احنا هندي انتصار مزيف لمناع ونمشي من هنا وننفذ كلامه، بس انت بقى تقعد هنا تبني مخازن للسلاح وتأمن البيت. والسلاح اللي انت هتقول عليه ده يا خواجة هيجي متى؟ عقبال ما الحشيش يطلع من الارض احنا هنرجع تاني نعلمكم طبخ الحشيش من غير ما عيلة مناع تعترض. يا خواجة الاهم السلاح. السلاح يا ريس دياب، نقل السلاح اصعب من نقل المخدرات، وانتوا في ظرف سنة كده هيبقى عندكم مخدرات بملايين وعندكم سلاح برضو هنحصل ثمنه من الملايين اللي انتوا هتكسبوها. انتوا كده تبقوا حققتوا حلمكم بالقوة والفلوس. مش مهم الملايين يا خواجة، الأهم هو السلاح. السلاح اللي هيخلينا وحوش الجبل. مطمن لهم دول؟ والله ما تقاس حاجة. الحق يا سمار. مالك يا بو؟ عريف حسان جاي على مه. بتقول ايه؟ انت يا ساسم يا الحلو. انت يا ساسم يا الحلو. اوعى تسلمونا ليه؟ ده ممكن يقتلنا. اجمعوا حاجاتكم بسرعه وانا مش هاملكم غير لما تركبوا عربياتكم وتطلعوا برا النادي. شكرا يا همام. يلا 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 يا سلام يا همام. لو السلاح اللي قال عليه الخواجه كان معانا دلوقتي، المدافع والقنابل والرشاشات، كنا خلصنا من عائله حسان كلها. ولح يا عمي ولح. خواجات يطلعوا برا. يطلعوا برا. يطلعوا برا يا مناع. هو ده اللي اتفقنا عليه يا مناع. مش قلت لك هملني الموضوع ده وانا هتصرف؟ مفيش كلام يا همام، سلم الخواجات والا نحرق البيت باللي فيه. لا احنا مستسلمين يا مستر مناع، مستسلمين. محدش هيتحرك من هنا الا ما يركبوا ركايبهم ويغوروا من مطرح ما شوف. احنا هنمشي من هنا يا مستر مناع، بس همام عايزنا نرجع بعد ما نجمع المحصول. نرجع ولا لا؟ احنا تحت امرك. انت مالكش قيمه عندي عشان اديك كلمه. خبر ايه يا مناع؟ انت تملكت الناجع وهتتصرف فيه زي ما انت عاوز ولا ايه؟ الخواجات دول ضيوفنا وفي حمالة. الضيوف يكونوا خفاف، مش يجي يبلطوا وسطينا ويجيبوا سلاح عشان يفرقوا بينا. اسمع الكلام يا دياب، بطل تكابر ما تبقاش غشيم. خلاص يا مناع هزعطهم، بس على الاقل نحميهم لغايه ما يطلعوا برا الناجح. ايوه احمينا يا مستر حمام، احمينا. هتمشوا وسط الناس لحد اول الطريق وبعديها نهملكم ونعاود، ويا ريت الكلاب يكون عندها نظر وتهبشكم ونخلص. اطلع يا جاموس ابيض. وسع وسع. يلا يا رجاله. مش عايز مشاكل في السوق مع اي حد من التجار او الموردين للاسمده. قريب قوي هنزل بنوع جديد من الاسمده هنغطي بيه الصعيد كله. المهم يكون حاجه احسن من موجود في السوق. الابحاث شغاله في مصنع مناع والنتائج كويسه، ودي مش اول مره نستعمل النوع ده. ان شاء الله تكون حاجه كويسه، بس المهم السعر يا خواجه. بوعدك اول خط الانتاج الجديد ما ينزل هتكونوا انتم المحتكرين للخط الجديد ده، هو كل واحد في المحافظه بتاعته. هتكسبوا مكاسب كبيره قوي هتعوضكم عن كل اللي فات. احنا رجالتك يا خواجه. قدامكم شهرين او ثلاثه علشان خاطر تصفوا المخزون القديم من الاسمده التانية وتستعدوا لزماد مناع الجديد. ربنا يستر يا خواجه ويطلع حكم الاهالي زين، اصل الناس صعب يغيروا النوع اللي اتعودوا عليه. انا بفكر اسمي الانتاج الجديد العفريت، لان النتيجه اللي هيعملها مع المحاصيل فعلا شغل عفريت. تصوروا القوطه تبقى قد كده ولونها زي الدم، وانواع الخضار التانيه هتكتر وترخص، وانتوا تبيعوا وتكسبوا والناس تاكل بالهنا والشفا. يدوم العز يا كبير يا والدي الكبير. ربنا يديم علينا وعليكم الافراح. امين.
وادعوا لكبيرنا. امين. ربنا يتم شفاه ويعود لنا بالسلامه ان شاء الله. قولوا امين. امين يا رب يتم شفاه على خير. امين. من بكره بامر الله وبعد المحكمه حنبتدي شغل في الارض. هنشتغل في الارض ازاي من غير وجود المهندس عمر؟ انا هقعد الاقينا وابعته لكم بس ديتها نخلص من المحكمه. يلا يا رجاله بسم الله الكل ياكل وينبسط. ايوه بالهنا والشفا. يلا رجاله. أما لو صدقوا الخواجات في حكاية السلاح دي وخصوصا الأربجيه اللي عيقولوا عليه ده، ده احنا ندكوا بيوت عيلة حسان دك ومن واحنا هنا في بيوتنا. يا عمي الحكاية قدامها وقت طويل على ما تتم. احنا في المصيبة اللي ملهاش وقت، المحكمة اللي هتتنصب بكرة واحنا يهمنا فيها ايه؟ دي محكمة خايبة ما عليهاش دليل غايته يقعدوا يزعقوا ويهللوا على الفاضي. وليه ما يكونوش وصلوا الدليل؟ مش يمكن زرزور قال لهم على حكاية الفلوس المدسوسة جنب بيت عايشة؟ خلاص يبقى أكيد وحتما المحكمة دي تتنصب المغاوري عشان يثبت عليه الخيانة قدام الكل. يا عمي لو كانوا عايزين يتهموا مغاوري كان عملوا محكمة في السر عشان الفضيحة. يبقى هيقعد يهدد ويحلف مليون يمين انه هيقطع خبر اللي سرق عشان يخوف الناس. مش مناع اللي يهدد على الفاضي، واديك شفت. والله انت اللي عامل له قيمه على الفاضي وبتحب تمشي ورا كلامه، ما عارفش ليه. لو كان مناع وصل للخمسين الف اللي مكتوب عليهم بخط ابوه يبقى اكيد عرف انها الفلوس المسروقه. صح صح. وساعتها يبقى ما قدموش غير انه يتهم مغاوري. لو كان بيفكر زيك لكن مناع انا خبره زين ممكن يعرف مين اللي سرق ومين اللي وز. بس يا ترى يا عمي انت مين فيهم؟ اللي وز ولا اللي سرق؟ يا ريت تريحني. انا مش عايز منك اكتر من شهادة حق في المحكمة وقدام اهل النجع كلهم. لا طالب منك توزع على حد ولا تفتش سر حد. طب وش وين الغله اللي وعدتني بيه ست وجيده؟ هيوصلك بس بعد ما تتم عملك وتفتح الحجاب ده قدام الناس كلها وتقول يخص مين. ومش مطلوب منك اكتر من كده. البندريه ناسي واهلي، لو فضحتهم مش هيسيبوني في حالي. اسمع ابو الحميد، لو خايف على نفسك احنا ممكن نتويك عندنا في الارض الجديده، تشتغل وتاكل وتشرب وتعيش وسطينا بالحلال. هي المحكمه متى وهتحكموا مين؟ بكره الصبح. ولو مش ناوي تحضر قول من دلوقتي. انا غير دي اوفر عليكم وجع الراس، ادلكم على اللي سرق الفلوس وحطوها وين تقتلوه من غير محكمه ولا شوشره. تاخدوا فلوسكم وتدوني حقي
ويا دار ما داخلك الشر. سيبوني افتح الحجاب. لا، انت عاوز تعمل مصلحه على حسابنا بشغل الاونطه بتاعك ده دجال انت. يا عم ناجي، زين الفكره، طالما هنعرف الفلوس راحت فين. قول يا ابو الحمد. سيبوني ازود البخور عشان العكوسات. حركش ما حركش حركيش، حفريت فريسة طرفيش بحوافر حمية وشواكيش. حركش مركش سلسالي سوني سلسين أهلي قبداد العدي. خذ النايب كرقية، شقينا طول النهار في البيت، وانت يا مرت اخوي للهنا والشفا. وانت خذي ذي يا ام الجمال كله. تسلم لي، ما تتكسفش يا ام جماله، هو ديابك ده لما تبقى غزلته رايقه. ايوه، اصل معمر الطاسه شارب له حشيش قد كده. وانت يا جوزي مش كنت تعمرها انت كمان؟ على الاقل تسمعني كلمتين حلوين. اقول لك ايه، اقول لك يا جميله، ده العال صغارين بيقولوا لك يا جميله هتطلع ماسخ. على الاقل تديني حته فروج، ولا مستني عمك لما يقسم عليا وعليك. فروج قدامك اهو، كلي على كيفك مطرح ما يسري يمري. وانت مش هتاكل؟ انا شبعان. عايز ولد اخوي، لو كنت شديت لك معايا نفسين كان زمانك كلت جمل بحاله. انا جاي مقعد في الهواء، خلقت استنيك يا صابعي لما تخلص وتطلع. افتح يا بت، ولا العين البتش عندكم وراسه. تقصد ايه يا رجية؟ ورثة البشاحة عن مين؟ لك في القدرة على فمها هتطلع البت لامها. خبر ايه يا مرنت وهي؟ هتتحركوا قدام ولا ايه؟ ولا عايزين تسدوا نفس على الوكل؟ اختشوا ماتوا. يا ليلى مقدره، ده حجاب نافع اللي عملته له السم والحسن. انا دلوقتي عرفت ليه سم التعبان حوق فيه، عشان الحجاب كان وقع منه وبيت حسان. يعني نافع هو اللي كان بيسرق بيت حسان. ما تنطق ابو الحمد وتقرا الحجاب، انت ما عرفش تقرا ولا ايه؟ هو حجاب انجليزي؟ مش بفك طلاسم عشان اطلع الاسم. وبشهر شويه، مش انت اللي عامله ده؟ يبقى سهل تعرفه. لا، وكله طلسم وليه طريقه في الحل. انا ما عايزش سحر، انا عايز اعرف الحجاب ده يخص مين، وانت قلت ان اسم صاحبه مكتوب عليه. الحجاب ده غالي، وكنت بعمله بألف جنيه. يبقى صاحبه راجل غني، واكيد من كبارات البندريه، وقلبه ميت وزي الطور وقاتل. يبقى كده انا عرفته خلاص، مفيش غيره دياب ولد البنداري. دلوقتي كل حاجه انكشفت على البخور، الحجاب وقع منه وهو بياخد الفلوس، ولو صبرتم عليا هقول لكم حط الفلوس فين. انت صدقت كلام الراجل الخرفان ده يا عمي؟ الخرفان ده عرف كل حاجه. ايوه عرف، لكن مش من الدجل والاونطه. عرف لاني جيت عشى عندنا، واكيد حد من رجالتنا قال له لقينا الفلوس فين. بعد ما رسيت على دياب لسك ناوي تماطلي معاي وتنصب محكمه، ولا هناخد طرنا منه بيدنا؟ انا اروح لهمام، اسبقني انت عمي وانا احصلك. ناوي تفتش السر قبل المحكمه، ولا ما انتش ناوي تنصب محكمه من اساسه؟ ريحني يا ولدي وقول لي هتعمل ايه بالضبط. روق شويه يا عمي، ربنا الهمني الصواب وجنب الخطر. اسمع يا مناح، يكون في معلومك، لو انت ناوي تتهاون في حقنا لا يمكن اتهاون ابدا. دياب ده ملعون، كان ناوي يوقع العيله ببعضها، يعني يستحق القتل. يا عم ناجي، الامان اللي احنا عايشين فيه ده ثمنه غالي قوي. وابوي ياما تنازل عن حقوق عند البندريه عشان يوفر الامان للناس كلها. انا اضرب ابوك منك. ابوك عمره ما تهاون في حقنا ابدا. ومين قال ان انا اتهاون في حقنا؟ لكن بالعقل اللي ربنا ادهولنا. الاصول بتقول ان قابل كبيرهم واتكلم معاه وبالمعروف. نفيسه نفيسه، رد علي يا مول. مين؟
مين هينادم عليا في الساعة دي؟ هاني عمك أبو الحمد جايب لك أخبار زين، بس لازم الحلاوة جد وبعزل. روقي شوي طلعالك. ضمنا بعدل اشرب لبنها طول اليوم والجد يضرب بيه. خبر ايه يا أبو الحمد؟ دي ساعة تخبط فيها علي وانت عارف ان البيت من غير راجل؟ ما انا مش غريب، انا عمك ابو الحمد. وعايزيه يا عم ابو الحمد تكونيش عامل لي تحويطة انا التانية تنجيني من السم والحسد كيف المرحوم جوزي؟ انا ما فيش حاجة تتخبى علي، انا اعرف كل المداري. واحنا ما عدناش حاجة ندروها ولا تلزمنا اسرارك. فلوس حسان اللي انسرقت انا عارف مين اللي سرقها، مرضيتش اقول اللي مناها عليها، لكن لو ما جبتيش الجدي والمعزل حد عشتي انا حقول نافع هو اللي سرقها وحتشيل العار انت وعيالك طول عمرك. قطع لسانك رجل ما تختشيش، هي ذي الرحمة اللي هتشيع حاله. الحقاوي كنت عامل جوزك ضد السم والحسد وقع منه فؤاد الحسان، عشان كده قصة الحنش حوقت فيه. يبقى عشان تداري خيبتك تقوم ثلاث تخصم مع جوزي ابو عيالي؟ طب وديني وما اعبد لاني شكياك للدياب يقطع لسانك. انا عشان خاطر جوزك المرحوم رميت التهم على الدياب. ومين حيصدقك في التهمه الزور دي من غير دليل؟ كانوا لقي الفلوس المسروقه عندينا. انا دليتهم على مكان الفلوس وراحوا طلعوها، علشان كده عيلة حسان بتعرف ببركتي. مش مصدقاني روح اساليهم. كان بدل ما تدلهم كنت خدتهم لنفسك يا فجري يا ولد الفجري. ما ينفعش، انا مش مسموح لي اخد حاجه لنفسي، انا اللي موجود بيه اهل الخير ليا. يبقى كفايه عليك اللي هتاخده من مناع، وبعد عني وخلينا رب العيال اليتامى اللي ما لاقينش اللقمه ياكلوها وما ناقصينش فضايح. يبقى خليها بجميله واروح لمناع اقول له ان الحجاب اللي معاك بتاع نافع وانا نظري خني وما عرفتش اقرا، وتعيش في العار انت وعيالك طول عمرك. استنى يا ابو الحمد هجيب لك المعزه والجدي، بس قول لي كيف نافع يسرق وهو كان يحشش مع دياب طول الليل؟ تقصدي ان كانوا مجلسين مع بعض؟ يعني الفضيحه اللي هتمس جوزي هتمس دياب، ولو حبيت تفضح دياب هيقطع راسك. تقصدي ايه مرات المرحوم؟ روح روح قول اللي تقوله، مالكش حاجة عندي، انت راجل ما تستحيش. يعني راحت المعزة والجد؟ بكرة هتيجي وتترجوني نزع الغم. غور جاتك غارة تاخدك وتاخد اللي جابك. منها لله اللي صدت نفسك عني. مين اللي بيخبط؟ افتحي انا جميلة. ما قللت الحياة زي اللي جابتك. خبرك ايه يا جميلة؟ قلقانة على همام، خلي الديار ينزل يطل عليه. وما تدوريش عليه انت ليه يا خايتي؟ مش جوزك؟ ما انا طلت عليه من فوق السطح من ساعة زمن وكان قاعد ومعاه مناع، طلت عليه تاني ما لقيتش حد، كانه اتخطف. ما تاخديش في بالك يا جميلة، تلاقيه راح هو ومناع يتمشوا نواحي العين، دول اصحاب طول عمرهم وبيتقانسوا ببعض. بس انا قلبي واكني على جوزي وممكن مناع يغدر بيه. يا بت ما يغدرش بيه، بقول لك دول اصحاب طول عمرهم. ده انا مصيبتي في والد اخوي ان هو مصاحب مناع وبيسمع حديثه، لو قال له شرك بيشرك، غرب بيغرب. خلاص انا هطلع وحدي الفف عليه في الناجح. استني يا بت استني، هروح ادور عليه. يا ساتر جاتكم شوطه تاخدكم كلكم، طيرتوا النوم من عيني. انا ما هصبرش يا دياب، انا طفح الكلبي هنام يا دياب. نام انت هتهدديني؟ نامت عليك حيطه. ان شاء الله اللي يكرهوني هم واللي جابهم.
طويل ايام يا همام. السيف بتاعي والخنجر بتاعك دفناهم في الجحر من كام سنة وما تغيروش. الله يجازيك يا مناع، الله يجازيك. والله فكرتني بابوي. ابوي الاول ما شاف الخنجر ده عجبه وقال لازم ياخده. قمت انا سرقته وجيت لك جد، قلت لك يا مناع شوف لي مكان ادس فيه الخنجر ده، مفيش مكان امان في بيتنا. بقول لك ايه يا همام، وانا لو ما كنتش اديتك الاماره كنت طمعت في فلوس ابوي انت وعمك؟ انا كنت هدسها في بيتي خوف من الفضيحه. لكن اقول ايه لاهل البلد؟ اقول ايه؟ اطلع المرحوم حرامي وافضح مرته وعياله الصغيرين من غير ذنب؟ عندك حق، ذنبهم العيال يتعاروا بعمله ابوهم. والحل ايه يا اخوي؟ لو نصبت المحكمه الراجل هيتفضح وهو ميت. ما تسيبوا الحساب ربنا. لكن ليه ابو الحمد كان بيقول ان الحجاب حجاب دياب؟ كذاب، لان حجاب دياب معمول من وبر الجمل، لكن الحجاب ده معمول من جلد المعزه. مش بعيد يكون حجاب نافع، لكن عمي له. مصدقك مصدقك يا همام، وكان قلبي حاسس ان ابو الحمد كذاب، كانه عايز يولعها نار ويخلص من دياب. اهو جابوا الروحه، من بكره لازم نطرده. الشيطان ابن الشياطين اللي مخاوي شياطين، اللي كله واكل عيشه من ضحكه على النسوين بكلامه الماسخ. لكن مش شايف انه حاجه عجيبه انه نافع اللي بيعمل حجاب للسم والحسد يموت مسموم؟ ده للسم اللي بيتسجي مش للدغ التعبين. وبعدين ده حديث ماسخ انا ما بصدقهوش. طب انت عندك ابوي كان عامل حجاب زيه، ايه اللي نابه؟ مفيش واحد في البلد جسمه تسمم من الهباب اللي اسمه الافيون ده قده. خلاص انا حديك حجاب المرحوم وملهاش لازمه المحكمه، وانا حبقى سيطر على عيلتي. لك حق عرف في رقبتي وكلامك يمشي علي وعلى عيلتي كلها. نخوات يا همام نخوات، ويا ريتك تعرف كده زين. جعان جعان، يا انا مش كنت احضر طبيخ احسن من العفاريت مجوعان يا ابو الحمد. الحمد لله. ادخل انا بتخبط، الباب مفتوح للقريب والغريب. وحط امك ست العمشه يا امام، اوعى تخطي اللي تاذي، اوعى تخطي الحدود يا كبير يا ولد الكبير. كبرت عيلتك يا بعيد، قوم قدامي فز وقول لي يا ابو صلاص الحجاب ده بتاع مين؟ خوشي مناع دهولك وما دخلش عليه كلامك العفش عن عم دياب. عارف ليه؟ عشان متعلم ومتنور وما يلدش عليه الحديد ده. انا ما جبت سيرته وما نطقتش اسمه يا بوي على كهن الدجالين، ما انت اديت له موصوفه كلها، مع انك عارف الحجاب ده بتاع نافع مش بتاع عم دياب. عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ انا لو قلت لهم الحقيقه كانت الدنيا خربت، انا دليتهم على الثقه الغلط عشان يتوهوا. طب استلقى وعدك يا غراب البين. عارف ليه؟ عشان احكي لعمي، احكي له على كل حاجه، وانا متاكد انه هيذبحك ويعلق راسك على العشه بتاعتك وخليها تروح وتيجي كده. احب على يدك يا شباب، احب على يدك. وسع حاجه واحده بس هتنجيك، عارف ايه؟ تلم خلقاتك وتهمل النجع قبل ما النهار يطلع عليك. يا سادة الشيوخ يا ابو الحمد، اروح فين يا شباب؟ اروح فين؟ تلم عفريتك وترحل في سواد الليل، وقبل ما النهار يشقشق عيشتك دي هتكون كوم تراب. خبرك ايه يا سبعي؟ طلعت تدور على همام ولا طلعت تدور على حاجه تانية؟ خبرك انت ايه يا مره فقريه انت؟ انت مش قلتها تتخمد تنامي؟ ما تخمدتش ليه؟ بدك تخمدني وتخلص مني؟ والله والله ما هملك ليه هتتهنى بيك، ده ناكلك وناكلها بسناني. بابا بابا كانك اتجنيتي، قصدك مين يا مره مجنونه؟ الحربايه وديني لجرسها في النجع كله وخلي العيال يحدفوها بالطوب وين ما تروح. بس
الله في سماه، لو لسانك زل بكلمة لأكون متجوزها عليكي وأخليها تكتم على نفسك العمر كله. يا مري تتجوزها يا دياب؟ أيوة هتجوزها عليكي، ولو مش عاجبك أخبط دماغك في الحيط أو حتى عض في الأرض. يا ليلة مطينة بطين، طب اعملها كده يا دياب ولا تخكم بعيار واحد، واخد مصارينها دي يا ابوي واتحزن بيها وارقص وسط النجع كله. غاري غاري جاكي خابط يفك لحم صدرك. تضربني بالمركوب يا دياب؟ تضربني عشان المرة النجاجة دي؟ بس بس يا مرة مخبولة، المرة النجاجة دي حداها مليون جنيه، المرة النجاجة دي قمر وترد الروح، عايزانا اهملها عشانك انت يا فجرية يا جوجة. ابقى خليها ترد لك روحك. تعالي يا رجاي مالكم، ايه اللي حصل؟ زمجانين ليه؟ بص يا همام، حماتك دي ملهاش قعد في البيت ده تاني، وكتاب الله ان صحيت من نومتي وما لقيتهاش غارت لنحل شعرها شعرايا شعرايا وخلي امك تكمل عليها. طب واحد الله واحد الله وادخلي جوه دلوقتي، صباح رباح. لا اله الا الله، يا رب الصبر من عندك يا رب. جاتك داهيه يا عمي، مالك معفره رجايه ليه؟ شوف يا همام، انا من بكره هعلن جوازي ودخلت على حماتك، ورجايه دي اتغور تنام في باط عمتها اللي هي امك، امك محتاجه اللي يراعيها ويخلي بالها منها. يبقى ناوي تخربها، هتقهر امي قبل رجايه. خلاص خلاص يا همام، انا زهقت منها زهقت منها، عاجبها ترضى بنصيبها، عاجبها مش عاجبها هطلقها قدام النجع كله واجيب ام جميله احطها مطرحها. طب قابل قابل، جات لك ايه بانها ولعت. ايه ام جميله واخده خلقاتك ورايحه وين؟ مش الخواجات مشوا؟ هرجع بيتي وياخذوا فلوسهم. الخواجات معودين، كان على بيتك خلاص ما بقاش بيتك. على ما يرجعوا هبني لي بيت ان شاء الله من اوضه واحده واقعد فيه براحتي من غير ما مره تنبت علي ولا حد يظن فيا اني مش متجوزه. طب على الطلاق بالثلاثه منك ومنها ما انت طالعه، ايه رايك عاد؟ واللي كان من الدار يا همام حيبان دلوك. تعالي على همام، مهل يا عمي مهل، فوتي قدامي مهل يا عمي مهل، فوتي خش قدامي خش قدامي يلا خش قدامي. جبتها تاني ليه يا دياب؟ لانها مرتي يا مرت اخوي، ام جميله مرتي زيها زي رقيه وليها في البيت ده زيها بالظبط. ايوه مهدره على عملتكم السودا كيف. اكتم يا بنت واقفلي خشمك لرميكي برا البيت في الساعه دي. ام جميله مرتي ومن زمان، وهمام شاهد على كده، واحنا كنا مضاريين لغايه ما يخلص بنا بيتها الجديد. سهوكت لك سهوكت لك لغايه ما اتجوزتها عليا يا دياب، وانا نقول الوكسه مسكتك ليه؟ اللي هو اتجوزها اللي ما وكستيه انت. اسكت انت، خلصونا، خلوا الليل الغبره يتعدي على خير. ايوه عمي اتجوز ام جميله وانا شاهد على الجوازه دي. روح يا همام، قلبي غضبان عليك، لا انت ولدي ولا انا امك بالسعاده، ومطرح ما تروح رقيه انا اروح وياها. يلا يا بنتي اصبري يا اما اصبري، صباح رباح ما يصحش تطلعي برا البيت. اي ما اقعدش في حته واحده تحت سقف واحد مع الحربايه دي. روقي يا اما روقي، لا يحصل لك حاجه. خلاص انا رايح. عمي خد ام جميله واطلعوا باتوا برا البيت سواد الليل، ومن بكره لازم انا الاقي حل الموضوع ده. خلاص يا عمي خلاص، انا على راسي هم ما يتلم. احب على راسك خلاص، احب خلاص على راسك اهو خلاص، خلاص من الموضوع ده خلاص خلاص يا ولد اخوي خلاص. انا هنفذ كلامك، عمري ما كسر لك كلمه. ماشي يا مرت اخوي، افتكر انك بتطرديني من البيت اللي انا ليا فيه نصه. نصيبك قاعد فيه عيالك ومرتك الاصيله، وما دام اتجوزت على رقيه يبقى مالكش فيه حق. خد مرتك الجديده وروح يا دياب. يروحوا فين السعوديه يا عم؟ قلت لك اسكت انت. خلاص خلاص، انتوا هتتعاركوا بسببي. ماشي يا مرت اخوي، هاخد مرتي وامشي. يلا يا ام جميله خدي فرشتك الحنينه وتعالي نقعدوا برا في الطل نقضوا احلى ليله تحت القمرايه. الخرابه معاك جنه يا دياب، وبكره هنشوف مين اللي هيتهنى ومين اللي هيعد النجوم. يلا يا قمري يلا. شوف المهره يعددوا عليك بعدد نجوم السماء يا بعيده. خلاص يما خلاص الموضوع خلص. شوف الراجل خلاص يما